اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، وقد هان المقام أن يحط ما مر سفيه الأنامل مما استفاد الفضل من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائل التي هي أعظم الشمائل وهنا أصل النصب تماما وإلينا في شأن هذا الحبيب من أسماء الوهاب ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في هدائه بالأسماء وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله هو النور المهدى في هذه السورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز العالم، ومنه تفرع الوجود خلق بعد خلق فيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني هل أول شيء خلقه الله قبل الأشياء؟ قال: يا ابن أبي إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره، وقد ورد في حديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت اول نبيين في الخلق واخرهم في صلى الله عليه وسلم. وقد عدت الروايات بانه اول الخلق وجودا واشرفهم مولودا، ولما كان بسعاده لها مراقبة خفية اختصت مبشاءتها البرية بكمال الخصوصية وجعلها نور المبين أسلام بدون من شرحت من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصل يد العلم الكريم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم. والله عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه سلف عبد الله فألقاه إلى ربي شاءها بمحبة الله محافظة على حقها لقرة وصوتها، فحملت برعاية الله كما ارتحلها حقا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا على الشر في حملي وفرضات بروزي على آلم شهادة لتنبسط على أهل هذا العالم خيوطات فضلي وتنتشر في آثار مجدي صغير.